ننتقل لمروان حيدر مباشرة على الصبحية. انتبهوا بكير مروان، بكير. بونجور. بونجور مروان. خلص بلش الربيع، يعني مفاجأة مروان بلشت، الأرض صارت تعطي. هيدا الشهر بحبه كثير أنا، شهر أدار بحبه من أحلى أشهر السنة. بنودع الشتوية ونستقبل الصيفية، نستقبل شهر الربيع. وبتعرف شهر الربيع أول شيء بنقول ينعاد على جميع ناطق الدفاع المدني الله يحميهم. نعم. وعندنا كمان عيد الأمهات بهالشهر الفضيل يلي مش بحاجة إلى تاريخ للأمهات نعيدهم، لا بحاجة إلى يوم معين نعيدهم، لازم نعيدهم كل يوم ونفكر فيهم كل يوم. أكيد. الله يحمي أمهاتنا الموجودين معنا والأمهات الموجودين بالسماء يصلونا ويحمونا. أمين. حبيت اليوم أحكي شوي مع كل أوردر تلل، بدنا نبعث زهرة هيك بنبلش من أول شهر أدار. مزهرين. حلوة. وهيك نفكر فيهم وإني أكيد عم بفكروا فينا دائما. نعم. فمع كل أوردر زراعة اليوم حيكون في زهرة كادو من أجندا من بيت الزراعة. وكمان بدنا نقول ميرسي كثير لفارمزون يلي كمان رح يساعدنا كل هيدا الشهر إنه نقدر نوزع منتوجاتنا للكل وزهوراتنا للكل. كمان عبر فارمزون في زهرة اليوم؟ إذا دقوا على فارم زونز أكيد أكيد نبعتهم. نعم. موجودة. وبس نخليهم من بكرة نحضر حالنا أكثر. لا لا، اليوم كله بلش من أول الشهر. هلأ من هلأ هلأ. على فكرة بما أنه قلت أدار، يعني طبعا أف في كتير أعياد، في عيد الطفل، في عيد المعلم، في اليوم المرأة العالمي، يعني أكثر من 4-5 مناسبات خلال هذا بداية الشهر، بداية فصل الربيع. ودائما المحور بيكون عيد الامهات. اكيد صح، بنعيد هيدا لنا. واكيد اكيد بنعيد الكل، يعني من هلا فيهم يبلشوا يطلبوا. لا شوي صغيره، اذا بس نحضر الاستقلال وبلشوا يطلبوا فيهم يدقوا من هلا على 030 00910 وعلى 04-410-982 وعلى الفرم زون يطولوا بينهم عليهم شوي بس تصير الساعة 8 او يبعثوا على الميل، يعني على الميل على الانترنت على السايت بيقدروا يطلبوا من عندهم. نعم. على كل حال ما فينا ننسى مار يوسف هذا الشهر، وخلي لك خيك كمان. صح. ثانك يو ميرسي. ونخلي كمان كل شو بيقولوا بي العائله بالنهايه، كل اساميهم يوسف واكيد جو ديفيس احد منهم لانه بيساعدنا كثير استاذ جو صديقنا المشترك. نعم. هيدي الزهره اليوم يلي رح تروح مع الثيل زهرة حلوة ملونة لونها موف، وإن شاء الله كل هالشهر نقدر نعمل مفاجآت وللزام دائما مثل ما عودناكم ومثل ما عودنا أجندا وأستاذ عبده وأستاذ نتالي ومدام ريتا. هلا أهم عيد ميلاد عبده، ما تنسى بهالشهر ما فينا ننسى. مروان يعطيك العافية. 03-00-0910 بانتظار اتصالاتكم، أو 04-410-982. شكرا لك مروان، بنشوفك بالحلقة بعد شوي، يعطيك العافية.